الرسم مهنة موسمية عرفها المصريون القدماء منذ 5000 عام تقريبا، ووجدت نقوش وآثار مرسومة لها على جدران معابدهم القديمة، لذا فهي تعتبر مهنة تراثية توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل، ولا تزال تحتفظ بطريقتها البدائية المتوارثة، إذ يتسلق النخلة شخص مدرب 3 مرات سنوياً، الأولى لتقليم جريد النخيل وتنظيفه، والثانية لتلقيحه، والثالثة لجلب المحصول. المخاطر الكبيرة التي تحيط بهذه المهنة، إلا أنها لم تمنع خير الحسن من امتهان مهنة طالع النخل للبحث عن قوت يومه إلى جانب عمله الأساسي كفلاح ومزارع غير مكترث بالمخاطر التي تحيط بمهنته الشاقة. عندي 12 سنة أطلع ألجح وأجلب وأعمل كل حاجة، ولأن هي شغلنا صعب جدا، يعني مش أي سلام صعب، ولأن كلها سل ومجازفة وبتاع، فيها خير يعني مش فيها، أقول لك فيها شر ولا حاجة، حد يستاهل يلجح الطعم الحلو يعني يستاهل. في موسم التلقيح يخرج خيري من بيته حسب الطلب، باحثاً عن أشجار النخيل الذكور التي تحمل طلع النخل، ليتسلقها بخفة ومهارة ويجلبها منها، تمهيداً لتلقيح أشجار النخيل الإناث. ويفضل أن يكون الجو معتدلاً والرياح هادئة حتى لا يصاب بأي أذى أو مشكلة أثناء الطلوع. يتميز طلع النخل بشكله ورائحته المميزة، حيث يتكون من مغلف يشبه قاربين منفصلين ملتصقين من قمتهما، يحتوي على أعواد ذات لون أبيض مائل للصفار، مليئة بمسحوق ناعم شديد البياض يتطاير سريعا عند تعرضه للهواء. ده أخضر بنجيبه لما مفيش طرح عندنا، بنروح من السرطان وتحاول ونشفه زي ده كده، ينشف يقوم الديك بتاعه يزيد، يبقى لك اكتر من ده اللكح الناشف، بيبقى اكتر من اللكح الاخضر، فاحنا بنجيبه ونشفه يقوم بلكحه يزيد، يقوم يقل اللكح قد الصباط. احسن تفويت للنخل تلقيحه الصبح على الندى، علشان الندى لما الدقيق يطير يلزق في الصباط يقوم يلقحها صح، ما يلقحش اخر النهار، هو تلقيح اصلا الافضل يبقى الصبح. يعتمد خيري حسن في مهمته على أداة بسيطة
تساعده على صعود النخلة مهما كان ارتفاعها، وتسمى المطلع، وهو عبارة عن حبل متين يصل إلى 3 أمتار تقريبا، وينتهي بحلقة صغيرة تمكنه من عقد الحبل فيها حول خصره أثناء الصعود، ويعتبر صمام الأمان له حتى لا يسقط على الأرض. المطلع ده بنعمل إيه؟ من الليد بتاع النخل بنفتله ونعمله منه ويتعمل منه كل حاجة. دي نخلة صغيرة، وإحنا بنإيه؟ بنقعد نطولها نلقحها على الأرض، بنلقحها إحنا على الأرض. إما العالية بنعمل نطلع لها بالمطلع ونطلع نلقحها فوق. أنواع النخل التين بيختلف من أرض لأرض، يعني بالنسبة لأرض التينة بيختلف فيها البلح عن أرض الرملة بتاعت الصحراء. أرض الصحراء بتطلع بلحها بسرعة وحياتها بسرعة عن أرضنا إحنا اللي بتبقى زي الطينة دي. هم أنواع كتير من البلح يعني. والنخل بالنسبة للأرض الصمراء نخلها بيعلى عن الجبل، عن أرض الرملة. يستخدم طالع النخل القدمين واليدين بحرفية عالية، وهما سلاحه الأساسي للوصول إلى هدفه، مع احتساب كل خطوة يخطوها بدقة، حيث يتسلق بخطوات محسوبة وهو حافي القدمين، مما يعرضه في كثير من الأحيان إلى الجروح والخدوش أثناء عملية التسلق، بالإضافة إلى وجود بعض الزواحف الخطيرة التي تسكن جريد النخل مثل الثعابين السامة وبعض القوارض. وأنا بطلع بلاقي مثلا غراب عامل عش وارد أحمر نزله في الأرض، علشان إيه؟ ما يبدهلش ليها النخلة ويقعد يفحر فيها ويبوظ، لأنه هو يعمل عش ويبوظ الصبات البلح، فأنا هنزله الأرض أحسن. لا، ده كل اللي جابتني بتاعت العش دي، عش عصفورة، عش غراب، الهواء، ده المخاطر بتاعتنا في النخل. طالع النخل ليست مربحة مما يعتقد البعض، حيث يتحصل في كل مرة يتسلق فيها نخلة على مبلغ 50 جنيها، خاصة في موسم حصاد البلح الذي يعد موسم الخير الوفير. عملها يعني كخدمة للناس يعني أو حبايبنا وبتاع، أجر بتاعهم أجر بسيط خالص يعني 30-40 جنيه، هذه كل العملية كلها يعني، وخدمة يعني ماشية يعني. احنا بنعمل المهنة دي لحاجتنا احنا شخصية، فاللي عز علينا نروح له نعمل، اللي هي شغلنا صعبة مش سهلة يعني.